محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. أخيراً ظهرت السيارة التي ينتظرها الجميع، وهي مرسيدس AMG بروجكت 1 الخارقة التي تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات الذي حضره زميلنا جميل أزهر لعمل تغطية خاصة للحدث. السيارة الاختبارية الخارقة ستنافس سيارات مثل بوغاتي شيرون وفيراري لافراري وبورش 918 وماكلارين بي 1، وقد استوحت أحدث التقنيات الهجينة والفعالة والمطورة بالكامل من قسم الفورمولا 1 في AMG ليتم تطبيقها لأول مرة في سيارة مخصصة للطرقات. ولأنها سيارة خارقة فيجب أن نتحدث أولا عن الأداء، حيث تستمد السيارة قوتها المرعبة من نظام هجين مكون من محرك تيربو V6 سعة 1.6 لتر مع حقن مباشر إلى جانب محرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 1000 حصان. ويتصل المحرك بناقل حركة AMG Speed Shift ذي 8 سرعات ونظام فورماتيك للدفع على جميع العجلات. ومع هذه القوة الكبيرة سيتسارع وحش مرسيدس الجديد من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 6 ثواني قبل أن تبلغ سرعتها القصوى التي تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة. على صعيد التصميم نلاحظ أن بروجكت 1 خرجت عن اللغة التصميمية لمرسيدس، بل استوحت ملامحها من سيارات الفورمولا 1 بهيكلها الطويل والانسيابي. فالمقدمة تتميز بغطاء محرك طويل مع فتحات تهوية ضخمة على شكل حرف U تعلوها مصابيح أمامية عصرية طراز LED، كما يظهر شعار AMG الضخم في الوسط باللون الأبيض. ويأتي السقف الانسيابي مزودا بفتحة تهوية ضخمة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، وتندمج الفتحة بذكاء مع جناح أسود يشبه زعنفة سمك القرش، ويمتد حتى مؤخرة السيارة التي حصلت على جناح رياضي عملاق يتمدد لمرحلتين وفوهة عادم ضخمة في المنتصف مع مصابيح خلفية مستلهمة من شعار AMG. وكما تعودنا في السيارات الخارقة يتم فتح الأبواب بشكل عمودي للدخول إلى المقصورة التي تعكس الأداء المذهل لبروجكت 1 الخارقة، حيث يمكن اعتبارها سيارة فورمولا 1 لشخصين بتصميمها البسيط والعملي الذي يكتمل مع شاشة عرض النظام الترفيهي وشاشة العدادات الإلكترونية بمقاس 10 بوصات لكل شاشة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متطورة بأسلوب الفورمولا 1. سيتم إنتاج 275 نسخة فقط من مرسيدس AMG بروجكت 1، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها حوالي 10 ملايين ريال سعودي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة سعودي أوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.